قال له تعال أسرك، حط له رأسه. قال له ويحك من معنا حتى أسرك، ما فيش حدا غلبتك. قال له صح. مين أدهى من الاثنين؟ طيب مين الأدهى؟ لا لا، الجواب هم بجوابهم هم اثنين. قال له مرة معاوية قال له يا عمر من أدهى أنا أو أنت؟ قال له يا المؤمنين على البديهة أنا وفي الأناة أنت. صح، على البديهة إذا دهاء دهاء على السريع في اللحظة عمر أدهى أذكى، وعلى الأناة في الأناة تقعد ترستك وترسم الخطة ما تخرش المي وكذا معاوية بضيعك وبضيع ألف عمر. رهيب الرجل، رهيب، ويقبل ويعمل أشياء غريبة يمكن عمر ما يقدرش يعملها ويعملها. قال له على البديهة أنا وفي الأناة أنت. قال له صدقت مزبوط. بعدين قال له تعال أسرك، بده حتى هذه كذبوا فيها، قال له حتى في البديهة أنا أذكى منك وغلبوا. قال له تعال أسرك، حط له راسه. قال له ويحك من معنا حتى أسرك، ما فيش حدا غلبتك. قال له صح. قال له قاعدين لحالهم ما فيش حدا. قال له تعال أسرك، صدق عمر أعطاه راسه. قال له ويحك من معنا وليه انت حطيت راسك الأهبل، أهبل غلبتك. سكت عمر، رجل رهيب داهية صعلوك. المهم